بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا اهلا بكم طلابي الاعزاء، طلاب الفرقه الاولى. النهارده ان شاء الله هنتكلم في المحاضره عن الفصل الاخير، وهو الضبط الاجتماعي والقانون العرفي في شمال سيناء. كعادتنا في كل محاضره بنحدد العناصر الاساسيه او المحاور اللي بيدور حواليها الفصل. وعناصرنا النهارده هي مقدمه عن المجتمعات البدويه، مفهوم الضبط الاجتماعي، اساليب اهتمام اسباب اهتمام الباحثين الانثروبولوجيين بدراسه الضبط الاجتماعي، مفهوم القانون العرفي، المسؤول عن تنفيذ القانون العرفي، انواع القضاه العرفيون، مراحل واجراءات التقاضي، وصف الجلسه العرفيه، اساليب اثبات الجريمه في القانون العرفي. بالنسبه للمقدمه بنقول ان العرف هو وسيله الضبط الاجتماعي في المجتمعات البدويه، نظرا لان كل مجتمع انساني لابد له من قوانين يسير عليها كي يضمن الامان والسلامه. واذا كان المجتمع الصحراوي في مصر يرتكز في تنظيمه الاجتماعي والسياسي على القبيله، فهو مجتمع قبلي في اساسه وجوهره، ولا يزال يحتفظ بذلك التنظيم القبلي حتى الان. وعلى الرغم من دخول نظام الحكم المحلي والاداره المحليه الى سيناء وما يتطلبه ذلك من مشاركه الاهالي في اداره شؤون انفسهم ومجتمعهم المحلي، وتغيير نظرتهم الى الرؤساء التقليديين، وازدياد اتصالاتهم بالاجهزه التنفيذيه، فان ذلك لم يترتب عليه القضاء على التنظيم القبلي التقليدي في سيناء. بعدين كده هنتكلم عن مفهوم الضبط الاجتماعي، وهناخد فيه مفهومين اساسيين، مفهوم بارسونز ومفهوم جيرفيتش. بارسونز بيعرف لنا الضبط الاجتماعي لانه هو ضبط الانحراف والسيطره عليه، اما جيرفيتش فبيعرفه بأنه مجموعة من الأنماط الثقافية والرموز الاجتماعية والمعاني الجماعية والقيم والأفكار والمثل، وكذلك الأفعال والعمليات التي تتضمنها وتستخدمها، والتي يمكن لأي مجتمع عام شامل وكذلك لأي زمرة اجتماعية محددة بل وأي فرد من أعضاء هذه الجماعة أن يتغلب بواسطتها على مختلف أنواع التوتر والصراع، ويعيد التوازن إلى الجماعة بفضل الجهود التي تبذل للإصلاح أو لخلق أفكار ومثل جديدة وإزالة هذه الخلافات. بعد كده هنتكلم عن أسباب اهتمام الباحثين الأنثروبولوجيين بدراسة الضبط الاجتماعي. بنقول إن الباحث الأنثروبولوجي بيعني من دراسته للضبط الاجتماعي للتعرف بالتفصيل على العوامل والأساليب التي يلجأ إليها المجتمع لتحقيق الموائمة بين أعضائه، وأنماط السلوك والقيم المقررة، والمواقف التي تستخدم فيها كل وسيلة من هذه الوسائل، ومدى فاعليتها والدور الذي تلعبه في هذا الصدد. بعد كده هنعرف القانون العرفي. بنقول إن القانون العرفي هو الطرائق والأساليب التي يحل بها الناس مشاكلهم ومنازعاتهم، أي الوسائل التي يستخدمونها في تنظيم حياتهم الاجتماعية بشكل يكفل القضاء على حالات المروق والانحراف التي قد تستفحل، بحيث يؤدي إلى هدم كيان المجتمع إذا هي طرقت بغير علاج. طبعا لازم يكون في حد مسؤول عن تنفيذ القانون العرفي. نقول إن الشيخ أو القاضي العرفي هو المسؤول عن تنفيذ القانون العرفي في فض المنازعات بين أفراد القبيلة. وبنقول المجتمعات المحلية التقليدية وبخاصة المجتمعات القبلية تفتقر إلى وجود أي جهاز تنظيمي أو تشريعي منظم يتولى سن القوانين الملزمة، ولا تعرف نظام المحاكم بالمعنى الضيق للكلمة، ولا يوجد فيها قوانين وضعية أو صيغ ونصوص قانونية جامدة، ولكن هناك ثروة هائلة من القواعد والأحكام التي تراكمت على مر السنين نتيجة للخبرة الطويلة، بحيث أصبحت تؤلف ما يعرف باسم القانون العرفي. وهذه التسمية ذاتها لها دلالتها، فهي تعني أن هذه القواعد والأحكام لها صفة الإلزام، وأن المجتمع يسترشد بها في النظر في المشاكل التي تقوم بين أعضائه. وأقرب مثال يتبادر إلى الذهن هنا هو القانون العرفي عند الجماعات البدوية في الصحراوات العربية بعامة، وعند عشائر أولاد علي الذين يسكنون الصحراء الغربية بمصر، والذي يعرف عندهم باسم ضرائب أولاد علي. ويقول أحد الإخباريين أن القضاء العرفي يتوارث عندنا، وأيضا لكل قبيلة لها ما يسمى بالمجعد أو الديوان أو الشج يجتمع فيها القبيلة، وكل فرع له كبير، وكل عائلة لها عميد، ويختار الشيخ من العائلة، وليس من المهم أن يكون أخيرها، وقد يكون هناك أكثر من ميزة لتجعله شيخ، والشيخ ليس مقياس يكون هو الأفضل،
من أبناء القبيلة ولكنه شيخ العائلة، وقد يكون بطريقة الوراثة. فمثلا لو توفي شيخ القبيلة يمكن أخذ الشيخ القبيلة من نفس العائلة واحدا من المقربين إليه حتى لا يغير أسلوب الشيخ. بعد كده نتكلم عن أنواع القضاة في القانون العرفي. بنجد أن هناك مجموعة من القضاة يختص كل منهم في الفصل في القضايا، تختلف من حيث طبيعتها عن غيرها من القضايا، وبالتالي لا يعتبر المختص في تناول نوع معين من هذه القضايا مرجعا للفصل في كل أنواع القضايا، فهي تختلف اختلافا كبيرا، والاختصاصات بالتالي تكون واضحة. ومنهم المسعودي، وهو القاضي المختص بقضايا المنشد الذي يقام عند الاعتداء على الفتاة أو التعرض لها بالسب أو الضرب، ويسمى أبو الولاية، وهو في الغالب من المساعين. عندنا برضو النوع الثاني من أنواع القضاة هو أهل العرايش، وهم القضاة المختصون بمشاكل النخل. النوع الثالث أهل الديار، وهم القضاة المختصون بفض النزاع حول مشاكل الأرض وحيازتها. والعقبة، وهو القاضي الذي يختص بقضايا المرأة المحصنة والذي يتولى الحفاظ على حقوق المرأة. ومناجع الدم، وهم القضاة المختصون بقضايا القتل. والضريبي، وهو بمثابة قاضي الإحالة في القانون الوضعي، ولا بد من أن تمر عليه جميع القضايا في البدء. عندنا برضو القاضي أو المختص بالسرقة داخل القبيلة، ويسمى أو يطلق عليه الزيادي. أما الأحمدي فهو القاضي المختص بحق البيت، حيث أن للبيت 7 ستائر من الحرير والعديد من الحبال، وكل ذلك يعد له حق عند انتهاك حرمة البيت. والنوع الأخير أو المسؤول الأخير في القضاة العرفيين هو المسوق، وهو الشخص الأمين الذي يفهم في الإبل من خلال النظر إلى أسنانهم. فإذا أراد أحد الأفراد أن يبيع جمل إلى شخص آخر وقال له المشتري أنه ضعيف أو مصاب بالهزال، هنا يأتي المسوق ويقرر حالة الجمل. مراحل وإجراءات التقاضي في النزاع. عندما يحدث خلاف أو نزاع بين شخصين منهما يذهبان إلى شخص يدعى الملام، وهو بمثابة المحضر في القانون الوضعي، ويقوم كل شخص بعرض صورة النزاع من وجهة نظره على الملام، ثم يسمع رأيه. وإذا ما اختلف الطرفان عند الملام فهناك ما يسمى بكبار العرب، حيث يقوم المتنازعون بالجلوس إلى 3 من كبار العرب، وإذا لم يتوصلوا للحل عند هؤلاء الكبار يأخذ كل طرف طريقه حسب نوع المشكلة، أي يذهب كل طرف إلى القاضي المختص بحل النزاع القائم وجلسة عرفية لحل هذه المشكلة. بعد كده هنتكلم عن وصف الجلسة العرفية. تتسم الجلسة العرفية بحيث يلتف الحاضرون في جوانب المقعد، بينما يجلس القاضي العرفي في المنتصف، وبجواره منقد توضع عليها القهوة والشاي اللتان يقدمان للحاضرين، ويجلس كل طرف من أطراف النزاع بقوار كفيله. ثم يقوم القاضي ببدء الجلسة بقراءة الفاتحة، وبعد ذلك بيتقدم صاحب المشكلة ليقص مشكلته، والجميع يستمع له ولا يعترضه أحد. وبعد ذلك يتقدم الطرف الآخر ليعرض مشكلته ويناقشه القاضي الذي تحل المشكلة في مقعده أو مجلسه. بعد كده نتكلم عن أساليب إثبات الجريمة. أول أسلوب لإثبات الجريمة هو حلف اليمين. تاني أسلوب هو البشعة، وهي عبارة عن اعتقاد وبدعة ولكنهم توارثوها من جد إلى آخر، وهم يذكرون أيضا أنها متوارثة منذ أيام عبادة النار في الجاهلية، وهي نوع من أنواع الترهيب للشخص المدعى عليه ولإظهار الحق. ثالث أسلوب أو لإثبات الجريمة هو الشهود، والشهود هم فئة من الناس لا تحضر من تلقاء أنفسهم، بل أن القضاة هم الذين يرسلون في طلبهم، والشهود يكونوا من طرف المتضرر وليسوا من طرف الذي وقع منه الضرر. الأسلوب الرابع هو اقتفاء الأثر، ويتم الاستدلال على السارق عن طريق الجرة، فالجرة كوجه الإنسان في الصحراء، ويتم ذلك بواسطة قصاص الأثر. الأسلوب الخامس هو التشميس، وهو يمثل أكثر صور الجزاء العرفي الاجتماعي عنفا، حيث يعزل الفرد اجتماعيا بشكل كامل، ويفقد الشخص المشمس تضامن جماعته أو قبيلته معه ويصبح طريدا.
وبكده تكون انتهت محاضرة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.